كيفية الكتابة يدويًا أو الرسم على تطبيق كين ماستر على فيديو تقوم بعمل مونتاج عليه. تقوم بالذهاب إلى الفيديو الذي تقوم بعمل مونتاج عليه، ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على هذا المكان لتقوم بالدخول إلى الفيديو. مثلًا أنا أريد الرسم في هذا المكان، أختار المكان الذي أريد الرسم فيه، بعد ذلك أقوم بالضغط على طبقة. بعد ذلك أقوم بالضغط على كتابة يدوية بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك يا أصدقائي، هنا سوف أقوم برسم شيء. هنا أتحكم في اللون، مثلا أختار اللون الأصفر. مثلا سوف أكتب قناة بالأصفر كما لاحظتم. ها هي، يمكنني هنا الممحات، يمكنني أن أمحي هذا. وهكذا أتحكم هنا في الحجم يا أصدقائي، هذا الحجم الكبير. وهنا يا أصدقائي نصل لنهاية هذا الفيديو، ولا تنسوا دعمنا بوضع زر لايك والاشتراك في قناتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.